السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله بخير. اليوم عندنا مقطع يعني مختلف شوية، وأخيراً خلصت بيتي بعد سنين، يعني قدرت أني أخلصه، وهذا بفضل الله ثم بفضلكم، فحبيت أني أشارككم الفرحة ونشوف يعني البيت وكذا. أول شيء عندنا مساحة الأرض 600 متر. لا مهندس صرت. شوفوا المسبح، يعني قررت اني اسوي مسبح، لكني والله الصراحه يعني الى الان ما اعرف اسبح، بس ان شاء الله مستقبلا اتعلم يعني، فاهم؟ فبرضو كيف، ايش رايكم في هذه سبايدر مان؟ وعندنا هنا النافوره زي ما انتم شايفين، توضى هو النساء عليك. هنا حمام برضو للمسبح، اوكي. ودحين خلونا ندخل داخل البيت واوريكم اكثر. يلا يلا، تفضل. المجلس هنا، المجلس. لا اصبر اصبر، قبل المجلس ابغى اوريكم حاجه. طبعا هنا شوفوا هذه النبته، اوكي، حق يعني الاستقبال وكذا. وهذه بندر، وات، نبته ماريو. يب، هذه نبته ماريو. بس ايش المفاجاه؟ انه نبته ماريو بوم صندل. هذا المجلس، اوكي. زي ما انتم شايفين كنب، طاوله، ما ادري ايش اقول الصراحه. مره الشاشه، شوفوا الشاشه، جبت يعني للضيوف شاشه كذا كبيره يعني عشان نتفرج وذا ننبسط سوا. هنا عندنا بعض الاكسسوارات الخفيفه، يعني عندنا هذا التايتانيك مثلا، شوف كيف يعني عشان الضيف يحس انه يعني انا في مكان هادئ جميل كذا، فاهمين الفكره؟ لازم انك تطمن الضيف. هذا بندر انت ليش جايبه؟ هذا عشان الضيف مثلا لو تاخر، ولا الفنجان السابع والرجل ما مشى، تقول بها كذا وتقول له ايوه كمل السالفه. ايوه لا بالعكس. عندنا برضو هذا حمامات ضيوف، اوكي. شوفوا ايش رايكم بالحركات يا ولد، مراية و يعني كذا. الحمام الصراحة أنا مرة عجبني، حلو صح؟ مرة. وهنا داخل يعني الكرسي وكذا، ما يحتاج أوريكم صح؟ طبعا هذا مدخل الضيوف، بس أنا دخلتكم من المدخل الذا حق العائلة لأن أنتم عائلتي. بعدين عندنا هنا، طبعا ما قلت لكم أنا أن الدور الأول كامل مفتوح يعني، وهو يعني مو مرة كبير، غرفة يعني بس مجلس وغرفة معيشة، وهنا طاولة الطعام ومطبخ بس تقريبا يعني، وحمام غرفة خادم. فيلا نشوف هذه مراية طبعا هنا، قبل ما تطلع كذا تتأكد اللوك كيف، حكينا عن الأوتفيت، تتأكد إذا تمام خلاص تمشي. تعالوا المطبخ أوريكم كيف. شوف أول شيء، شوف اللوحة هذه، شوف كيف يعني هنا لوحات كذا كل نبتة، وهنا لوحة الخضروات، وأهم شيء عندي هذه رقم 12، ركز لي عليه. إيش؟ البطاطا. المطبخ يعني ممكن أنتم لاحظتم حاجة، يعني الدرج هذا الصراحة هو تنسيقي أنا بالكامل، درج هذا حلويات وكذا، وهذا الدرج درج البطاطس، بطاطس وكذا. أوه زعقة، هذه ماما أعطتني، يعني هذا واضح أنه أنا والباقي كل شيء مو أنا صح؟ هذا المطبخ يعني الخارجي، وداخل الديرتي كيتشن عشان لو الوضع مغشات شوك شوكة وكذا ما تقلب البيت لأنه كامل مفتوح. فأوريكم الديرتي كيتشن. تفضل. هذا هنا الفرن، لا يعني الفرن صح؟ لا، هذا هنا شباب العيون، أوكي. وهنا عندنا الفرن، أوكي. وهذه قلاية هوائية عشان يعني تكون صح، بس في نفس الوقت هذه قلاية بزيت عشان لو قررت انك تخربها شوية كذا ترجع لها، كلها موجودة. عندنا هنا الثلاجة، شوف هذا الفريزر، ايش تتوقعون فيه؟ ترى كله دجاج، غوار، اشياء هذه اللي انا اقدر اطبخها الصراحة، مويه مثلج، كل شيء. شوفوا وهنا وراكم اللي هو المخزن، هذا المخزن، وفي هنا غرفة غسل. بس يا جماعة ايش رايكم بمناسبة المطبخ الجديد، مقطع طبخة مع برا؟ احسه راح يطلع مقطع عالمي. اذا كنت تبغون مقطع اكتبوا لي في التعليقات، اوكي. طيب عندنا برضو هنا طاولة الطعام، طاولة لثمانية اشخاص يعني. اوريكم، بسم الله، تاتاكيماس، يعني ما ادري ايش ثمانية، مع انه وحيد انا بس ما. اي ملاعق ناقصة، كيف ياكل الضيف؟ لا صح انا وحيد.
آخر حاجة باقي في الدور الأول اللي هي غرفة المعيشة. هذه الغرفة مرة أحبها ودائماً أتكي فيها يعني كذا، مرة حلوة. وزي ما أنتم شايفين المنظر هذا هو، وهنا تلفزيون وتكي وتفرج أفلام والعب على كيف كيف. وخلونا أوريكم بحركة تقنية. دقيقة، شوفوا 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 بريم وقتها. الله الله التقنية يا أخي، سبحان الله، يعني كيف العالم يعني يتطور، ما شاء الله تبارك الله. كيف المنظر مرة حلو، بس إذا تبغى تتفرج أكيد مو حلو لأنه كله ينعكس التلفزيون. ف يعني هذا ينفع كذا أوقات معينة تروق كذا. وهنا يعني برضو عندنا XO، يعني لو واحد كان يبغى ينزل XO ينزل على طول. أهني تحدى تحدى ولا متحدى؟ أنسر إيش عايزة؟ سر والمن ذا خله هنا. آه واحد سب حقيد ورماه. لا يلا مع المعلم أنا أحاول أخلي الدنيا يعني مرتبة وذا، ترون الواقع مو كذا. كذا خلصنا الدور الأول، خلونا الآن نطلع للدور الثاني. الدور الثاني بسيط، هو غرف نوم يعني وكذا. فيلا أوريكم المصور. نطلع درج ولا مصعد؟ والله مصعد يمدحوا. مصعد؟ لا هي درج. عندنا هذه اللوحات الثلاثة صدف. أتوقع أنها صدف يعني، ما أنا متأكد الصراحة، بس يعني يمكن هذه اللوحة يعني واحدة من اللوحات اللي فيها قصص يعني عظيمة. والله إني كذب. طيب بعدها عندنا هذا، ما عليكم النت. هنا القسم هذا اليسار، اليسار أيوة اليسار، فيه ثلاث غرف نوم. والقسم هذا اللي لا، القسم اليمين، اليمين ثلاث غرف نوم، اليسار غرفة النوم الرئيسية. خلنا أول شيء أوريكم غرفة النوم الرئيسية حقي أنا هنا. شوفوا الله، شوفوا كيف مرة كبيرة وحلوة كذا. ناقصها بس هنا تلفزيون، تلقاني يا رجل سادح تفرج بس وأرقل. وها لا، مين هذا يستغني؟ والله يهديه. بس مين حق مين هذا؟ حقك أنت ولا نسيته؟ ها نسي المصور، الله يهديه. بس لا تنسى ها، بعدين تاخذه. احس الغرفه يعني هي صح مره كبيره، ناقصها اشياء يعني الصراحه. ممكن احط هنا جلسات او اي شيء. لو عندكم يعني نصايح قولوا لي. اوكي، وهنا الحمام، الحمام حق الغرفه نفسها. قبل ما اوريكم الحمام ابغى اوريكم بحاجه. شوفوا هنا عندي في هذا المكان في كاميرا البيت، الكاميرا هذه اللقطه انا مخليها لكم عشان تشوفونها. شوفوا هنا براء، تمام، الحين راح اشغل لكم الفيديو. شوف شوف برا كان مطر ها، وقال له هذا مصعب تعال خذ هذا ليش طيب. سلامتك والله سلامتك. روحوا اكتبوا لي في اخر مقطع ولا في تويتر اكتبوا لي سلامات ما تشوف شر. يلا صح اوريكم الحمام. حمام وانتم بكرامة طبعا، وانتم بكرامة. هذا الحمام انتم بكرامة، انتم بكرامة لا نهائي. هنا مغسلة، الشاور طبعا، هذا قزاز يعني ما ادري ليش يعني اذا سوى الله يعني واحد في الحمام ما يقدر ياخذ راحته. لا حول يا جماعه، هذا ترى من جد اشتريته وكان وقتها انا دب، وكان ما راح حتى يجي علي، بس انه قلت يلا خلاص عهدي وما ادري كيف، وصارت تكميم وذا وذا. قاعدين الحين في رجل شوف تكي فيه نرقل. ها قاعد أتذكر أول جربته كان ما يجي علي حتى. شوف كيف أنا أخي. لا لا. وهنا عندنا غرفة الملابس، باقي يبغى لها ملابس زيادة. يعني ما عندي ملابس مرة كثير عشان تعرفون أنتم صغر الحجم وكذا، نجدد. هنا طبعا برضو حكينا عن الآخر مراية وكذا، حكينا عن الآخر. تتأكد كل شيء أنت تمشي. بعدين عندنا هذه الجهة اللي هي ثلاث غرف نوم، بس إنها مو جاهزة. وكان أنا في بالي إني أسوي السيت اب حقي فوق، يعني السيت اب حلو وكذا، بس ما أمداني للأسف. فاخترت واحدة من الغرف سويت فيها يعني سيت اب مؤقت. أوكي راح أوريكم بس بجزء منه. قبل ما ندخل الغرف، هنا عندنا طاولة خدمة وفيها برضو واحدة من اللوحات. يعني شوف كيف يعني إنه صراحة يعني تتحدث عن كيف تتسلق النجاح. يعني بندريتا كان زمان هنا بعدين ارتفع بعدين ذا حتى هنا وصل للذا. ايش رايكم يعني هذه اللوحة يعني لامست قلبي.
يعني لوحة جميلة. وهذه ثلاجة موية تأخذ على السريع بدل ما تنزل تحت وكذا تأخذ على طول. يلا ندخل دحين الغرف. هذا السيت اب المؤقت حقي اللي هو هنا البي سي، الأجهزة اللي يعني أصور فيها وكذا، الإضاءة، يعني سيت اب مبدئي. وهنا بعدين عندنا اللي هو الفقرات وكذا، وهذه لوحاتكم اللي أعطيتوني، وهذا الجهاز محمد أهدان عشان البيت الجديد. خلنا نشغله لكم وأوريكم. شوفوا هذا الجهاز، الله والله يا أخي محمد أسطورة، شكرا على الجهاز مرة حلو، في ستريت فايتر وكذا. لحنا أوريكم. طيب خلنا نشوف. هنا في لعب كثير بس أغلبها ستريت فايتر وكذا، ويعني ألعب شوية من كابكوم وذا. خلنا نشغل ستريت فايتر الأوريجينال 2. يلا يلا نلعب نلعب. كيف؟ طيب أوريكم حركة. شوفوا شوفوا دقيقة أسوي له هدوكن. اضبطي اضبطي هدوكن. شوفون هدوكن. لا انا اوريك ابلع وخذ لك واحده. ايوه ليتس جو. لا والله ما حبك تكفى تكفى. والله يا جماعه هيلثو يا الله. لا محمد جايب لي جهاز خربان يا اخي والله. الله ناسي والله ظل. يا أخوان المهم يا شباب نكمل فلوق البيت صح. وكل غرفة لها حمامها. يعني شوفوا هنا حمام شاور ومغسلة وكرسي تمام. شوفوا المراية هذه عشان يعني لو ابني يعني مثلا يعني جبت بعدين عيال وكان مرة طوال ما يقول لي مثلا يعني بندر ليش هذا يعني ما تكفيني فاهمي طويلة مرة يعني. وهذه الغرفتين يمين ويسار نفس الشيء يعني كلها غرف نوم بس مي جاهزة يعني لأنه ما يحتاج حاليا. دحين باقي معانا الملحق وحوريكم اللي هو الملحق حاجتين، في المفروض غرفة الجيمينج بس مو جاهزة، وغرفة اللي هو الجيم. فخلونا دحين نطلع الملحق ونشوف. نضغط هنا يلا نتوجه للملحق. طبعا هذا لو ذا مثلا كذا تدق على الشرطة يجون على طول. اي واحد مو مسوي اشتراك ولايك اقول لهم كذا، بس اقول لهم كذا على طول يجونكم. فانا بس احذركم يعني انتم كيفكم. الو ترى واحد مو مسوي اشتراك. عندنا غرفة الجيمنج زي ما قلت لكم مو جاهزة، حمام اللي هو هذا الخدمة يعني موية وكذا، وهنا عندنا الجيم. تفضلوا. كيف الجيم هنا حق العضلات وكذا بس يعني باقي شوية يبغالي. وهذا كرسي، وهذه كورة عشان يعني فاهمين لو أنت طفشت كذا تلعب. فهمتوا؟ بس وهنا عندنا دراجة وهنا السير عشان يعني تتمرن، لأنه لازم إنكم تتمرنون يا شباب. تتحداني جري، أنا أحط حق الجري. صح، وراي مراية المفروض عكس عشان أتفرج لنفسي وأنا أتمرن وكذا، بس يعني ما أدري ليش مسويته، المفروض عكسها تشوفه ولا لا؟ يا أمزح خلاص ما أبغى. ودحين نوريكم برضو، بس هنا في أشياء يعني باقي مين جاهزة اللي هو السطح. تفضل 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 معنا تفضل. السطح هنا هذه الجهة فاضية ما فيها ولا شيء، لو في شيء في بالكم قولوا لي أحط هنا يعني مثلا. وهنا في اللي هو جلسة، المفروض إن هنا جلسة بس برضو مين جاهزة. مع أنه الجلسة اللي في الحوش أحبها أنا أكثر يعني الصراحة، اللي تحت مرة أحبها وأتكي فيها دائما. هذا هو البيت، إن شاء الله أنكم يعني استمتعتم معانا، وشكراً كثير يعني صراحة لكم على الدعم المستمر. حبيت الصراحة أني أشارككم هذه الفرحة لأنه يعني أنتم ما قصرتم معايا، و مرة مرة أحبكم وأنا ما أعرف أعبر، وتعرفون أني ما أعرف أعبر بس أنه في قلبي يعني كلام إن شاء الله أنه يوصل لكم. شكر خاص طبعاً لهواوي الله يعطيهم العافية، ويعني تشوفون أنتم بنفسكم أشغلتون هواوي ومدري إيش، ترزق الله يا أخي، نطلب الله.
بس ان شاء الله انكم استمتعتم ونشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجايه. مع السلامه.